فجاب لي الله الفرصه باش نعاود نترحم على السي الزايدي. رجعوا شوفوا قبل ملي كيكون هو اللي طرح السؤال كيفاش كنجاوب انا وكيفاش تيعقب هو وكيفاش سنعقب انا، باش تعرفوا بانه الله سبحانه وتعالى كيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. و الانسان اللي تيبغي يسمع الكلام في الصواب كيبقى حتى هو في الصواب، الى خرج الطريق راه كيلوم غير نفسه. انا ما عندي ما نعمل له، انا مسؤوليتي ندافع عن الحكومه ديالي، ولكن الحمد لله بالحق